وجه المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق الكرة بنادي النصر انذارا إلى إدارة النادي بفسخ عقده حال عدم تسلم رواتبه المتأخرة. وذكرت صحيفة الرياضية أن إدارة النصر تلقت رسالة إلكترونية من وكيل أعمال عبد الرزاق حمد الله تتضمن تأخر رواتبه الشهرية وبدء اتخاذ الخطوات القانونية في مثل هذه الأمور، وأولها توجيه إنذار بفسخ العقد. وتطمح إدارة النصر نحو الاستعانة بدعم أعضاء الشرف، حيث تكلف الأمير خالد بن فهد بصفقات علي الحسن وعلي لجامي وخالد الغنهم وعبد الفتاح عسيري وبيتي مارتينيز، فيما قام عبد العزيز بوغلوف بتقديم دعم مالي كبير للنادي. ويعد حمد الله أحد أبرز المهاجمين في نادي النصر، حيث تمكن من الفوز بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019 و2019-2020، كما قاد النصر لحصد ثنائية دوري المحترفين وكأس السوبر السعودي. وقاد حمد الله النصر للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 متزعما صدارة الهدافين بسبع أهداف. وغير بعيد عن النصر، فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية عن الأسماء المرشحة للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الصيفي الحالي. والنصر في حاجة للاستغناء عن بعض نجومه بسبب زيادة العدد عن الحد الأقصى المسموح به في القائمة إثر تعاقده مع 11 اسما جديد قبل بداية الموسم الرياضي 2020-2021. وشملت الأسماء المرشحة للرحيل عن نادي النصر في الميركاتو الصيفي الحالي سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي بعض المواهب الكبرى التي تمثل مستقبل الفريق الأول لكرة القدم. ووفقا للإعلامي الرياضي فهد الصيعري، فإن فهد الجميع جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وزميله المهاجم فراس البريكان قد يغادران في الصيف الحالي. وأشار الصيعري في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر إلى أن الثنائي مرشح للانتقال إلى القادسية في الموسم الرياضي الجديد. وفي نفس السياق، أعلنت صحيفة الاقتصادية اقتراب رحيل أيمن يحيى جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وزميله متوسط الميدان سامي النجعي في الميركاتو الصيفي الحالي. وأوضحت الصحيفة أن الباطن قدم عرضا رسميا إلى النصر للحصول على خدمات يحيى في الوقت الذي يضغط فيه ضمك لشراء النجعي بشكل نهائي. كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية عن سوق الميركاتو الصيفي لنادي الهلال قبل بداية الموسم الرياضي الجديد. والهلال استعد للموسم الرياضي الجديد بالتعاقد مع حارس الوحدة عبد الله الجدعاني مع تحويل إعارة المهاجم صالح الشهري من الرائد إلى شراء النهائي. وأشارت التقارير إلى طلب الروماني راز فالوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال من مجلس الإدارة ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر جديد. ويرى لوشيسكو أن مركز الظهير الأيسر يمثل نقطة ضعف كبيرة في الهلال، خاصة مع تواجد ياسر الشهراني وحيدا، مع الاستعانة في بعض الأحيان بالظهير الأيمن مد الله العليان للعب في هذه الخانة. وأعلنت التقارير أن إدارة الهلال رشحت ثلاثة أسماء للمدرب الروماني لضم أحدهم إلى الفريق الأول لكرة القدم في الصيف في الحالي. وهذه الأسماء هم منصور الحربي من الاتحاد، عبد الله الشامخ من الشباب، وتوفيق بوحميد من الفتح. وباستثناء الشامخ، فإن بوحميد والحربي تجاوزوا سن 30، وهو ما أثار غضب جماهير الهلال عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فمنصور الحربي الظاهر البالغ من العمر 33 سنة بدأ في الأهلي قبل أن ينتقل إلى الاتحاد في عام
عام 2018، حيث لعب 257 مباراة طوال مسيرته الاحترافية مع الفريقين، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 34 آخرين. أما توفيق بوحميد ابن هجر البالغ من العمر 33 سنة والذي تنقل بين الاتفاق والفيحاء والآن مع الفتح، شارك في 167 مباراة رسمية طوال مسيرته الاحترافية، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 14 آخرين. وفي الأخير عبد الله الشامخ الذي بدأ مسيرته الاحترافية في نادي الهلال، إلا أن الأجهزة الفنية لم تقتنع به ليرحل إلى الوحدة والرائد ثم الشباب، حيث لعب ابن 27 سنة 129 مباراة طوال مسيرته الاحترافية، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 10 آخرين. وغير بعيد عن الزعيم، كشفت تقارير صحفية عن دخول الهلال في منافسة شرسة لحسم صفقة محلية كبرى في الميركاتو الصيفي الحالي. ووفقا لصحيفة اليوم، تقدم الهلال بعرض إلى نادي القادسية للتعاقد مع جناحه الشاب عبد المحسن القحطاني، والذي يجيد كذلك في مركزي صانع الألعاب والظهير الأيسر. وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال سيجد منافسة شرسة من الأهلي والشباب اللذان يسعيان للتعاقد مع اللاعب بداية من الموسم الرياضي الجديد. أعلن نادي الحزم عن تعاقده رسميا مع خالد البركة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأنهت إدارة نادي الحزم إجراءات التعاقد مع خالد البركة قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. وكان خالد البركة قد لعب مسبقا في صفوف الحزم قبل انتقاله إلى الأهلي في يوليو 2019، وتمت إعارة اللاعب إلى الاتفاق في يناير الماضي حتى نهاية الموسم. ويرتبط البركة بعقد مع الأهلي حتى يونيو 2024، فيما لم يحصل على مكان أساسيا في مباريات الأهلي، حيث تعرض لإصابة بتمزق عضلي غيبته عن الملاعب لفترة قبل أن يتم إعارة اللاعب إلى نادي الاتفاق. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.